ممكن تعرف القصلة دلوقتي علشان اللقباط سيرة على الوضع الحاصل للقباط اللي موجودين في مصر. اللقباط في مصر للأسف في عهد الرئيس حسني مبارك موجودين في وضع سيء جدا جدا بمنتهى الصراحة والوضوح. النهاردة بنلاقي النظام المصري بيتفاهم مع الإخوان المسلمين على حساب اللقباط. النظام بيخلي الإخوان يستفردوا باللقباط ويقضوا على اللقباط حسب ما هو بيتخيل، على أساس إن الناس تقول يبقى نظام مبارك أحسن، وكون مبارك يورث الحكم لابنه يبقى ده الصورة الأفضل. لكن اللقباط ما هماش سلعة، اللقباط ما هماش فريسة مقبوض عليها. احنا مش اللقباط مش هيسكتوا، هيدافعوا عن حقوقهم. اللقباط هم أصحاب البلد الأصليين، واللي بيحصل النهاردة ده اضطهاد رسمي واضطهاد مش مقنع. النهاردة الحكومة بتفترس اللقباط لمصالحها الشخصية، لكن كل اللي موجودين النهاردة دول بيعبروا عن حقيقة عدم رضاهم. والنهاردة بنلاقي ان حكم مبارك كله خيانة وكله غدر. ايه معنى ان جمال مبارك يكون مع قداسة البابا ليلة العيد بالليل وبيسلم عليه، وفي نفس الوقت اللقباط بتتدبح؟ مين يقول الكلام ده؟ حكم مبارك بيفكرنا بحكم نيرون وحكم دقليديانوس، الناس اللي هم كانوا شياطين وأشرار. لكن احنا نثق ان إلهنا أقوى من مبارك. مبارك ما خدش الدرس اللي خده السادات. السادات تحالف مع الجماعات الإسلامية وكانت النتيجة انه قضوا عليهم. لازم مبارك ياخد نفس الدرس علشان يفوق. وإلهنا أقوى من أي حد تاني.